صباح الفل عليكم كلكم. حافظين تمام؟ نفس التتر بتاع كل مره. بس كده خلاص يلا بينا. هقولهم كلمتين بسيطات قوي. النهارده معانا ريد بول. ايوه ماشي؟ البنات بتوع ريد بول ما ينفعش ان احنا قاعدين محاوطينهم زي ما انتم محاوطيني كده. ماشي بس عشان نبقى عارفين بس انتوا رقم واحد. رقم اثنين هبقى اخليكم اخلي مجموعه تدخل عشان كله ياخد. انا الاول. ماشي اقل من 18 سنه مش هياخد حاجه خالص. 18 بالظبط. 18 سنه مش هياخد ولا يوسف. ماشي ممنوع السكتش. ليه طيب؟ في عربيه ريد بول. في عربيه غريب. في عربيه ريد بول تاني. في عربيه ريد بول تاني. اي عربيه في عربيه ريد بول تاني. ليه يعني حاجه مش معاها ماشي على الرقم يعني. ولكن النهارده مثلا بنا وانت كده كده اصلا مش ليه يعني مش يا شباب كله اسود. ايه ده كده؟ عربيه ريد بول معانا بس ما حدش يمسك فيها خالص. الشنطه لسه هتحدد. هم لما يوزعوا حاجه تاخدوا منهم وما يوزعوش ما تاخدوش. ماشي مفيش شغل برضه انك جيت تمسك في العربيه وهتمسك انت وهي واقفه بتوزع الحاجه. عايز ممنوع. عايز ممنوع. مجموعه ادخلكم وتاخدوا الريد بول. ماشي انا سمعت بس كده كلمه اقل من 18 ما ياخدش دي. اه دي حقيقه. ليه طيب؟ انا 19. هو انت هي ممنوع اصلا. يلا يا اطفال. ماشي يلا يا كيد. خلاص يا عم. ماشي يا شباب هننزل النهارده الزمالك. الطريق المعتاد بتاعنا يا شباب. يا كوتش يا كوتش الطريق المعتاد بتاعنا في النهارده حمام. هنروح عند حقوق الحمام. هنروح عندهم هيطردونا. حقوق الحيوان هنضرب الحمام ونمشي. فمش هينفع ان احنا نقرب من الحمام ونمشيهم عشان برضه ما يفرقش. عشان ما يتحشش بقى. ماشي؟ وبرضه احتراما لنفسنا واحتراما للست اللي هناك واحتراما لكل الناس. ماشي واحتراما للحيوان نفسه. تمام؟ لا بنذبحها يا كابتن اسلام. احتراما للحيوان. عند الكباب بقى. ماشي انت دلوقتي هو مذبوح؟ مش مذبوح. ما تعرفش منه. خلي حد قدام محدش يعديه عشان ما يحصلش هرجله بتاع كل مره. طيب. بالظبط. طيب ماشي خلاص ماشي. عايز نبقى قدام عادي. بس ما في الاخر واحنا في النص. خلاص ماشي انت قدام. ماشي. شباب محدش يعدي محمد. محدش يعدي محمد عبد الكريم. محمد عبد الكريم محدش يعديه. كابتن محمد عبد الكريم محدش يعديه. مين هو؟ اهو اهو شايفه. ماشي شايفه. محدش يعديه. شكرا. يلا بينا. دقيقتين بس هتبقى معاهم ولا حاجه وجيت. اللي انت عملته ده كابتن قول لي كابتن اسمه ايه؟ ليه يعني من 18؟ ممنوع. هو ممنوع. منعيز. ما في انفسكم او تقفوا يحاسبكم به الله. صدق الله العظيم. لسه قاعد بتكلم. لسه قاعد بتكلم وبقول ما حدش قرب منه. لكن عارفهم من سنه ونص. ما حدش قرب منه. الو عامله ايه كويسه؟ ايه الاخبار عامله ايه؟ كويسين؟ عرفتك رجعت. قلت لهم بقى قلت لهم خلاص بقى وان شاء الله ان الدنيا تتظبط معانا كده. لو لقيت الناس يعني تدخل عليكم كده اهوت ما توزعيش. فين الشنطه؟ وقف على جنب وانا هبقى اقفهم لك واحد واحد كده خليه. الموضوع صعب قوي. ايوه اه ماشي. ازاي بقى؟ احنا هنتحرك بقى. بص هنروح على قصر النيل يمين. زمالك. ماشيين على طول في الزمالك. في الاخر كده ايه بعد الفيش على طول بعد 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 الجزيره بعد مركز شباب الجزيره هتلاقي يمين وشمال. النفق. تمام؟ اه ما تيجي كده ماشي خلاص. النفق. اطلع النفق ادخل يمين. نروح عند صباح حجازي. هات متر عند صباح حجازي. ادخل يمين. ما ينفعش خالص. ناخد الكورنيش من اوله لاخره. لحد ما نروح عند ايه؟ عند النادي الاهلي. النادي الاهلي. ايه تاني؟ الاوبرا. يا كابتن اسلام. يا كابتن اسلام قول لهم ما حدش يقرب من العربية. يلا. 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 يلا يلا يا شباب. اهلا بيكم. اهلا اهلا. اهدوا 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 يا محمد يا عبد الكريم. كابتن انت قلت لانسى عشان سنه كلها دلوقتي واحد معايا.
مش لا مش فاهم ده كله ما فيش حاجه. اه مش انا واحد لحد في الاوض. ستوب ستوب عشان العربيات بس عشان العربيات. ستوب
خلاص زيرو الكلام ده كان زمان على معلش لا لا الكلام ده كان خلاص يا كابتن اسلام انا هقول له راجل ايوه عق زيرو 11 بس اجيب بس حد الانكيت وانا عارف اخرجه هذا معاك الانكيل ال جميل للفريم ال اف ار عايز يا كابتن اسلام انجز بس حاضر يعني طيب ولا انذار وما بعدين خسر تكسلر اهو هو ده حبيبي انت هتقعد تتصور معاه براحتك هتبقى على طول كده تصور يلا يا شباب محمد عبد الكريم ليه دي الطريق على جنب الطريق يا شباب يا كوتش جنب الطريق مش نص الشارع ناجر محمد سمير يا كوتش يا كوتش هتاخد انزال زي الكوتش ولا ايه؟ انا نازل عشان رزقه يلا المكان بتاع الحمام اللي قدام الفندق اللي احنا الست كل شويه بنخشينا بتاعه تعالى عند المكان بتاع الحمام قبل النفق اللي احنا بنزله تحت الزمالك هنخلي حد ما بينزل بعد الحمام
وكذا مرة أقول لعقلة خلاص يا جماعة مفيش 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 ريد بول خلاص انت عايز ريد بول انا عايز سكتش سيب ام العربية بقول لك يا حريم زي بقول لك كتير معلش لايف لوكيشن على ريد ممنوع 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 هاي ليه ممنوع ممنوع يا كوتش ممنوع حد يمسك حد يا كوتش عامل ايه هو انا بقى مش هاخد واحده ريد بول ولا ايه عايز واحده ريد بول انا اثنين عادي عادي اراكم قدام انا واقف هنا عند اخر واحده ماشي ماشي رضا ولا يا عم